قد وصلنا إلى الأحد السادس من الصوم الكبير المسمى بأحد التناصير أو أحد المولود أعمى أو أحد الاستنارة. كان في حوار تم بين ربنا يسوع المسيح له كل المجد والكتب والفريسيين لما نطلع عليه في إنجيل معلمنا يوحنا صحاح 8. الإصحاح الثامن بيتكلم أن ربنا يسوع له كل المجد بكل صراحة ووضوح ابتدى يتكلم مع الكتب والفريسيين يعرفهم من هو، وقال لهم قبل إبراهيم لما قال لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح، قالوا له إزاي تقول الكلام ده، ده أنت بيك شيطان، أنت سامري، أنت ما عندكش 50 سنة بعد، كيف رأيت إبراهيم؟ فقال لهم، وده يوضح أزلية ربنا يسوع المسيح لكل المجد اللي هو عايز يوضحها له من البداية، قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، الكلمة هو ربنا يسوع له كل المجد. فرفعوا الحجارة لكي يرجموه، أما هو فاجتاز ومضى من وسطهم، مشي من بينهم كده وسابهم ومشي على الطريق. وهو بقى على الطريق، نكمل بقى إصحاح 9 في إنجيل معلمنا يوحنا اللي هي قصة المولود أعمى، وهو مجتاز هو وتلاميذه لقيوا إنسان مولود أعمى من بطن أمه، فالتلاميذ سألوا ربنا يسوع له كل المجد وقالوا له الإنسان المولود أعمى ده أهذا أخطأ أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أفلاطون الفيلسوف قال إن الأرواح، ده فيلسوف بس إحنا ملناش علاقة بيه يعني، قال إن الأرواح كانت موجودة سابقا عن وجودها في الجسد في مكان ما، ومن هنا انتشرت فكرة تناسخ الأرواح اللي آمن بيها كثير من اليهود ومنهم الكتب والفريسيين أيضا. فربنا يسوع له كل المجد وضح لهم أن المسألة مش مسألة أخطأ هذا أم أبواه، لأن ما ينفعش أبدا وما يصحش ومش منطقيا ان انسان يقول ان ده كان خاطئ قبل ما يتولد، طب هو ما كانش موجود اصلا يبقى كان خاطئ ازاي؟ فقال لهم لا هذا اخطا ولا ابواه. طب هم ليه قالوا ولا ابواه؟ لان في سفر الخروج ربنا بيقول افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي اسمي، يبقى هم كانوا خطاه وبعدين ربنا عاقبهم في ابنهم. لا، الله ليس بظالم، ولكن تفسير الآية دي ايه؟ ان الله يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي اسمه لو هم صاروا على نفس الطريق اللي سار فيه آبائهم في بغضة ربنا والحياد عن وصاياه. كده يبقى ربنا يفتقد الذنوب، لكن ما ينفعش ابدا نقول ان ابويا غلط
فأنا ربنا بيعاقبني في بيعاقب أبويا فيا أنا. لا، كل إنسان النفس التي تخطئ هي التي تموت. فربنا يسوع له كل المجد صلح لهم هذه المفاهيم الخطأ في جملة واحدة: لا هذا أخطأ، لأنه ما ينفعش يكون أخطأ قبل ما يتولد، ولا أبواه برضو ما ينفعش أن ربنا يحاسبهم ويجازيهم في ابنهم، هو ذنبه إيه، ولكن لأجل أن يتمجد ابن الله فيه. فصنع طين وطلع به عيني المولود أعمى وقال له روح اغتسل في بركة سلوام وعد بصيرا. فراح اغتسل في بركة سلوام وعاد بصيرا. الناس اليهود بقى أصبحوا جزئين: جزء منبهر من المعجزة دي، ما كانوش مصدقين ان ده اللي كان مولود أعمى وفتح، مش مصدقين الإنسان ده اللي كان بيستعطي بياخد الفلوس من الناس عشان ياكل ويشرب هو ده اللي مفتح. وفي ناس تاني قال لا مش هو، بس هو يشبهه، يعني مش هو بالظبط، لا ممكن يكون إنسان شبيه ليه. ولكن الفريق الثالث ده بقى اللي منقسم خالص عن الفريقين دول، واخد له اتجاه ثالث خالص كده، اللي هم كتبوا الفريسيين دول. بقى حكايتهم حكاية، دول الحرفيين، دول اللي الذات، عشان كده ربنا يسوع بيقول لهم أنتم تحملون الناس أحمال عثرة وأنتم لا تحملونها أو تسندونها بإحدى أصابعكم. لما شافوا المولود أعمى كده وقالوا آه هو ده صحيح، بس احنا لازم نتأكد. راحوا الأول للأب والأم: أهذا ابنكم؟ طب الكتب الفريسين أصلا ما كانوش موجودين ساعة المعجزة دي، ما كانوش موجودين، بدليل أن اليهود هم اللي أخبروا الكتب والفريسيين عن المعجزة. فلما سمعوا راحوا سألوا الأب والأم: أهذا ابنكم اللي كان مولود أعمى وفتح؟ إزاي فتح؟ سألوا الأب والأم كمان عن اللي فتح العينين، عن ربنا يسوع له كل المجد. فكانوا خايفين جدا الأب والأم، ليه؟ لأن كل إنسان يشهد بربنا يسوع المسيح له كل المجد قدام الكتب والفريسيين كان حتما لابد أن يخرج من المجمع، وكان اليهود متدينين جدا يخافوا من الحتة دي. فخافوا كده، قالوا للكتب والفريسيين احنا ما نعرفش حاجة، هو كامل السن اسألوه، عشان يهربوا من الموضوع ده. فراحوا للإنسان المولود أعمى: انت اللي كنت مولود أعمى؟ قال لهم نعم. قال له ازاي فتحت عينيك؟ ازاي فتح لك عينيك هو ده؟ كانوا يكرهوه كره شديد. ليه بقى؟ لأن الجموع كانت دايما تسير وراء ربنا يسوع، فهم حسوا أن البساط بينسحب من تحت رجليهم، فالذات والغيرة الشديدة كانت تقتلهم من ناحية ربنا يسوع، فكرهوه. فقالوا أنت مش عارف الإنسان ده خاطي؟ إزاي يفتح عينيك؟ لما حكى لهم الحكاية قال لهم ده طلع عمل طين وطلع بي عيني وقال لي اغتسل، ورحت اغتسلت وأصبحت بصيرا. فهنا شاطوا غضبا، بدل ما يمجدوا ربنا يقولوا يا سلام، ده انت ربنا ورتنا آية جميلة خالص، ورتنا حاجات من صنعة ايديك بتاعت زمان من بداية التكوين، انت اللي خلقت آدم من طين، انت يا رب النهاردة يعني المفروض نمجدك، لأن أنت برضو وريتنا أن أنت الإله الخالق، الإله الظاهر في الجسد، الله الخالق، زي ما خلقت آدم من تراب الأرض أنت صنعت الطين وعملت بيه عينين للمولود أعمى، ده احنا نمجدك. لا، ما عملوش كده. فلما
قال لهم إنسان يقال له يسوع عمل كذا 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 وقال لي اغتسل ورحت وبقيت بصير، فشاطوا غضبا وقالوا له ازاي انت تقول الكلام ده، انت مش عارف ان الانسان ده خاطي؟ خاطي ليه؟ عشان صنع المعجزة دي في يوم السبت. يا سلام يا سلام، طب يوم السبت وتصنع فيه معجزة، ده احنا مجد ربنا، ايه المشكلة يعني؟ لا دي خطية عظيمة جدا. ولا سيما اقول لكم على حاجة بقى، اللي يقرأ التاريخ القديم لليهود يلاقي ان حرفية الكتب الفريسيين اللي علموها للناس من خلال يوم السبت تحتم عليهم ان الانسان لو عنده زيت في فتيلة في يوم السبت وخلاص النهار طلع، لان يوم السبت بيبتدي من الجمعة بالليل من بعد الساعة 6 بالليل يوم الجمعة، النهار طلع خلاص وفي زيت موجود، فالمفروض يطفي النور بتاع الفتيلة دي عشان يوفر الزيت. يقول لك لا، ممنوع إنسان يطفي الفتيلة، ما يقومش من مكانه ويطفي الفتيلة في يوم السبت. كذلك أيضا إنسان لا يستطيع أنه يضع فتيلة في طبق لينير له الطريق في يوم السبت. مش بس كده، ده إنسان عيان جوه البيت ممنوع أنه يخرج من بره البيت علشان يودوه عند طبيب ولا غيره. ده حرفية الناموس اللي هو اللي علمها، الحرفية دي اللي علمها الكتب الفريسيين للشعب. لكن هو ربنا ما كانش يقصد خالص حكاية أذكر يوم السبت لتقدسه لا تعمل فيه أنت عملا، ولا ابنك ولا بنتك ولا حتى النزيل اللي في بيتك ولا حمارك ولا ثورك، يعني ما تشتغلش في اليوم ده، لكن لما يكون في عمل عظيم يمجد اسم ربنا طبعا تعمله. ده المفهوم اللي ربنا يسوع له كل المجد علمه للناس في العهد الجديد. قالوا ده إنسان خاطي إن يصنع معجزة زي كده في يوم السبت. قال لهم بصراحة بالمنطق كده أنا هكلمكم، إن كان هو خاطي لست أعلم أو مش خاطي لست أعلم، لكن أعرف حاجة واحدة بس، إن الله لا يسمع للخطاة. وأعرف الحاجة الأكيدة بقى، إن أنا كنت أعمى والآن أبصر. فقالوا له أنت بتتكلم إزاي الكلام ده؟ قال لهم أنا كلمتكم كذا مرة وأنتم مش عايزين تصدقوا ولا تسمعوا، ليه بتسألوا كتير؟ عايزين أنتم تكونوا تلاميذ ليه؟ هو يغزهم يعني. فقالوا له لا، أنت اللي تلميذ زيك، إحنا تلاميذ موسى، موسى كلمه الله، أما هذا فلا نعرف من أين هو. فلما شهد ان هو ده يسوع، ان هو اللي عمل له المعجزة العظيمة دي كنبي، طبعا هو ما كانوش لسه عرفوا حقيقة ربنا يسوع، المعرفة الحقيقية اللاهوتية، يخرج من مجمع فأخرجوه من المجمع. فربنا يسوع له كل المجد سمع ان هم أخرجوه من المجمع او من الهيكل، فهو اللي دور عليه بنفسه لحد لما وجدوا، قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لكي أؤمن به؟ قال له أنا هو. فسجد له، قال له أؤمن يا سيد، إنسان عظيم جميل، أؤمن يا سيد، وسجد له. نتعلم من هذا الفصل أيها الأحباء ثلاث حاجات. أول حاجة إن لازم تكون أنت عندك إيمان قوي يقيني إن المسيح ده مش مجرد عظيم في الآباء ولا الأنبياء ولا حتى رئيسهم، لا، هو الخالق، هو الله الخالق، هو الله الظاهر في الجسد. دي المفروض أنت ما تشكش فيها أبدا، لأنه خلق من العدم. نيافه الأنبا غرغوريوس نيح الله نفسه في السماء يقول إن معجزة خلقة عين للمولود أعمى هي أقوى من معجزة إقامة العازر من بين الأموات، ودي حقيقة. هي أقوى منها ليه؟ لأن فيها عملية خلق بيرجع الإنسان إلى سفر التكوين مرة تانية،
إن زي ما ربنا خلق في العهد القديم الآدم من العدم، أوجد أيضا خلق عينين من العدم للمولود أعمى. أما العازر وإن كان تحلل في القبر لكن موجود، هيكله موجود، يدوبك بس هو يقول للروح ارجع يا روح إلى العازر ترجع، وهو الآمر بسلطانه. يبقى المسيح إلهنا له كل المجد، هو الله الخالق، دي خليك أنت مؤمن بيها وأنت في منتهى السعادة والسلام وأنت فرحان طاير بيها كده، إن إلهك الإله الحقيقي صنع السلام هو الخالق الذي ظهر في الجسد لكي يصنع تطهيرا ويخلصك، وقد خلصك. نمرة اتنين، إن ربنا يسوع المسيح له كل المجد لا ينظر إلى الوجوه ولكنه ينظر إلى القلب. كان عندنا في الكنيسة، في تاريخ الكنيسة، قصة معلم عظيم جدا جدا اسمه القديس ديديموس الضرير، أرجوكم تقروا قصته. اللي شاد عنه العلامة أوريجينوس قال له: أنت ما عندكش عينين صحيحة ديديموس، أنت فاقد البصيرة الجسدية، ولكن يا ليتنا جميعا يكون عندنا البصيرة الروحية التي فيك. شوفوا الكلام الجميل. إذن أيها الأحباء، الله لا ينظر إلى الوجوه، الله ينظر إلى القلب. فكثيرين من الناس اللي كانوا محتاجين لربنا يسوع المسيح، ولكن محتاجينه لهدف معين أرضي بحت، لم يبحث عنهم وانتظر. يعني مثلا امبارح في قداس يوم السبت الإنجيل عن بارتلماوث الأعمى، ده اللي يعني الناس كانت بتساعده ومرحبة بيه وكل حاجة، وخدته معاهم في المكان اللي فيه ربنا يسوع المسيح، وقعدوا يحكوا له كتير عنه. فقال لهم: طب أول ما بس ربنا يسوع كده يعدي حد يشاور لي. فعرف إن هو بيمر من السكة دي، رفع صوته وقال: يا يسوع ابن داود ارحمني. في ناس سكتته، لكن رجع تاني وقال: يا يسوع ابن داود ارحمني. فقال لهم: ده عايز ايه؟ ده هو طبعا عارف، بس عايز يوضح قيمة المعجزة. ده عايز ايه؟ ده عايز بيندهلك. طب اندهوله. قال له: انت عايز ايه؟ قال له: انا اريد ان ابصر. قال له: خلاص بسيطة، ابصر. سلطان، عنده سلطان، بقوة سلطان لاهوته فتع عينين العمي واخرج الشياطين وطهر البرص واقام الموتى. فربنا يسوع لما بينظر الى القلب، هذا المولود الاعمى كان في الطريق لم يساعده احد، هو قال له: انت عايز ايه؟ ما قالوش كده، بالعكس، هو من غير ما يتكلم خالص انا عارف اشتياقات قلبه من جوه، انه انسان طاهر وكويس، يعني جيد الانسانيه. فصنع طين وطلب عينين وفتحه، خلق له عينين جديده من غير ما يطلب، من غير ما يقول له اي حاجه، هو بنفسه عمل كده لانه شايف احتياجاته ايه. النقطه الثانيه في نفس النقطه، إن ربنا يسوع له كل المجد لما يلاقي الإنسان أخرج من المجتمع بسببه، بسبب الإيمان. هل في إنسان مسيحي قوي كده يستطيع إنه يجاهر بإيمانه وسط ناس بيكرهوا ألوهية ربنا يسوع؟ ما يقدرش، قليلين قوي. فالإنسان اللي هو يستطيع إنه يجاهر بالإيمان في المجتمع كله بكل قوة وكل جسارة وجبروت، ولا يهاب إنسان، ولا يهاب الطرد ولا القتل، حينئذ سيظهر له ذاته. المولود الأعمى لما أخرج من المجمع بسبب اعترافه بربنا يسوع له كل المجد وأصبح وحيدا، هو بنفسه اللي بحث عنه، هو اللي دور عليه وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أؤمن يا سيد، من هو أنا الذي أكلمك؟ فسجد له. يبقى إذن ربنا يسوع بيروح للإنسان القوي في الإيمان، وإن كان هذا الإيمان تسبب في أنه يضطهد ويخرج من المجمع،
لكن ثق تماما إذا حصل ليك كده بسبب إيمانك، أعرف إنه هو هيدور عنك ويجي لك لحد عندك زي ما عمل مع المولود أعمى. نمرة ثلاثة، يعرف ذاته. إحنا محتاجين إن إحنا نعرف ربنا يسوع المعرفة الحقيقية، مش هنعرفه وإحنا في وسط مشغوليات العالم، ومش هنعرف ربنا يسوع المعرفة الحقيقية وإحنا مشغولين وعندنا في نفس الوقت ضعف في الإيمان وضعف في الشخصية. مش عرفنا ذاته وإحنا في هذا الضعف الشديد، ولكن لما نكون أقوياء يعرفنا ذاته وعندنا يصنع منزلا داخل قلوبنا. ربنا يسوع له كل المجد، يبارك حياتنا ليلانا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين.